والله هي جت صدفة بصراحة، للمسلسل بصراحة يعني في تطور في الأحداث وعندك ممثلين كتير، كل جزء بيبقى أكتر من الأول، وبعدين ما عندكش حوار ممل يعني، بالعكس عندك حاجة بتضيف لك كل سنة. احنا بمعدل كل سنة بنقدم جزء، ولكن الجزء الرابع هيبقى مختلف طبعا إن شاء الله، ختامه مسك بإذن الله يعني. لا ما اقدرش اقول لك حد ايه في الجزء الرابع، خليه مفاجأة عشان الناس تتفرج. ده يبقى عودة تاني للمسلسلات، قرب عشان بس الراجل ده. مش شرط والله يعني، في اجزاء بتبقى مش حلوه، في يعني مسلسلات كتير اتعملت ما كانتش ناجحه وما كانتش حلوه، وفي مسلسلات كان ليها هدف وبتبقى كانت مهمه، بس ممكن مش هتلاقي ده زي سلسله دم، لان انت بتقدم صعيدي ومش ممل. بص هو مسلسل الصعيدي ما اختفاش يعني، مسلسل يعني في مسلسلات الرياضه المصريه اتسحبت شويه فتره، بس المسلسل الصعيدي كصعيدي ما اختفاش يعني. النار والطين كان صعيدي انا عملته، القاصرات مسلسل مهم اتعمل، سلسله دم باجزائه ده حاجه مهمه قوي. هو المشهد ده من المشاهد المؤثره جدا في المسلسل، المشهد ده خد منا مجهود شويه، حوالي من اكتر من 5 ساعات تصوير، احنا كنا بنصور في منطقه صحراويه والمشهد اتقطع على اكتر من مره علشان يبان بالشكل اللي ظهر بيه على الشاشه. ومن ضمن من الاحداث المؤثره، ودي يمكن ما ظهرتش للناس، ان في حد من الكاست النار مسكت فيه واتنقل للمستشفى من كتر ما احنا كان قلبنا ان احنا نطلع المشهد ده باحسن صوره ممكنه. انا طبعا سعيد جدا ان انا النهارده بكرم في جامعه عين شمس برعايه الدكتور عبد الوهاب عزت، سعيد النهارده بان دور المقدم حمدي، مع انه دور مش كبير ولكن دور سمع وعلم وعمل بصمه كويسه مع الناس، اتمنى يا رب ان هو يعجب شباب البطاله في المحافظات اللي الحكومة غافلة عنها، خدوا بالكم منهم، وجدوا لهم شغل، افتحوا لهم أبواب شغل يعني، عشان ما يتطورش بهم الحال ويكون مصيرهم زي لمعي، لأن لمعي في الآخر بيتمسك في بيتم القبض عليه أثناء ذهابه لقاتل عبلة كامل اللي هو ليا نصرة في المسلسل، وبيحكم عليه بالمؤبد. الشخصية المفروض أنا في نهاية الجزء الثالث من المسلسل المفروض أنا بتقبض عليا عشان بتمسك متلبس وأنا رايح أقتل عبلة كامل. في بداية الجزء الرابع بقى من المسلسل بختفي، بظهر في الحلقات الأولى ثم بختفي نظرا للتحقيق معايا ودخول السجن.